ربنا يخليكم. أول عيد ما يكونش معانا أبناء، أول عيد بالنسبة لكم يعني. آه عيد صعب، عيد صعب. الله يرحمها ويسامحها يا رب. كانت بتحب الناس كلها، وكانت بتحب اليوم بتاع العيد ده. كانت بتعمل في أيام العيد بالذات أكتر أعمال خيرية، وتنزل مع والأطفال، الفريق هنا في كفر الدوار. وتصلي العيد في الساحة في كفر الدوار، وتجيب بلاليم وحاجات حلوة وشوكولاتات وتوزع على الأطفال، في الوقت ده بالذات كانوا بينزلوا وتروح 3 أيام بتوع تركبهم العيد. المراجيح، وتروح الجناين توزع الحاجات على الأطفال اليتامى والمساكين. حياتي ما تتنسيش ابدا، نجلاء ما تتنسيش عندي بالذات، انا مش هنساها ابدا نجلاء. القضاء كمان نصف وجاب لك حقك يا حاج، يعني الحمد الحمد لله. لله، الحمد لله والشكر لله، عشان هي راحت مظلومه، لازم المظلوم دايما يجي حقه باذن طبعا الله ان شاء الله يا رب. كل حاجة. أبو عامل لها بالصورة، متعيطيش من أبو نجلاء. عامل لي سلسلة مالك كل حاجة. السلام عليكم يا أمي. عشان أول عيد بالنسبة لك من غيرها. ورمضان والأيام كلها، والله الأيام كلها صعبة علينا. الله يرحمك. الله يصبرك يا حاج، الله يصبرك. الأيام اللي فاتت بالنسبة لك وهي خطوبة حاسة بينا، هي حاسة بينا، الحمد لله حاسة بينا. الله يصبرك يا هي حبيبي. حاسة بينا وشايفانا أنا بعمل إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نجلاء الصغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماما نجلاء ما تعملها دي؟ يلا مع